الأشخاص المحظوظين، السمحين، المباركين، الميسرين والميسرين، هذول رسالة حظ. هذه وحدة تقول إنه كنت بتزوج، هي أكبر خواتها، تقول كنت أبغى أتزوج وإن أبوي قال أبغى جارنا فلان هو اللي يكون شاهد في عقد الزواج، إنه يعني رجل يعني أجودي وحبيب وطيب وسمح، ويعني إن شاء الله يعني بركة هذا الرجل، أبغى يكون شاهد على زواج بنتي، هذه البنت الكبيرة. المهم تقول إنه كان هو أحد الشهود على الزواج، وأختها الثانية نفس الشيء، زواجها كان جيد، أختها الثانية، أختها الثالثة. يوم جاء زواج واحدة من خواتها برضو نفس الشيء، متعودين خلاص انه يعني يحسون هذا الرجل يعني محظوظ وكذا مبارك. فصادف انه جارهم مسافر، مسافر مو موجود. اللي صار انهم دبروا لهم شاهد وصار هذا الرجل مو شاهد. هذه اختها زواجها خرب، البقية كلهم زواجهم اوكي او ماشي، خلنا نقول. فدائما يضحكون يقول اوه عشان ابو الجيران فلان، فلان كله بركة مضبط زواجاتنا، بس هي ما صارت لها فرصة. طبعا ممكن يكون الموضوع حقيقي، ممكن يكون الموضوع مو حقيقي، يعني اقصد المعنى، لكن الفكرة انه تجد اشخاص وجودهم في قصة معينة يجعل القصة تسير بالطريق الصحيح. هناك أشخاص وجودهم في قصة من القصص يجعل القصة تسير بطريقها الصحيح، ومرات لما هذول الأشخاص يختفون، يموتون، يبعدون، تنتهي قصة الحظ. يعني ممكن طفل يولد لعائلة يصيرون أثرياء، لما يموت يرجعون للفقر. ففي أشخاص هم بذاتهم محظوظين، هم بذاتهم محظوظين، هذولا رسائل حظ. هذول لما تشوفهم، لما تسوي معهم بزنس، لما يطلعون لك بشكل مفاجئ، لما يطلبون منك طلب، لما يكون بينك وبينهم موقف، هذه كلها رسائل حظ. وعموما الأشخاص هذولا المفروض أنك أنت تكون قريب منهم، هذا شيء مفيد بالنسبة لك أنك تكون قريب من هذه الطاقة، تتعلم منهم، لأنهم يحملون أسرار المحظوظين برضه، يحملونها بوعي أو بلا وعي. وممكن هم يعرفون أنهم هم محظوظين أو عندهم هذه البركة، وممكن ما يعرفون أو ما ينتبهون أو ما يلاحظون. كل ما كان هذول الأشخاص حولك أو ممكن أنك أنت تصنع لحظة حظ معاهم، كل ما استفدت من هذه القصة. السؤال الآن، كم شخص حولك محظوظ؟ كم شخص حولك محظوظ؟ 1، 2، 3، كم؟ مهم، مهم تعرف. ومرات مو في الدائرة الصغيرة عندك، في الدائرة الأوسع، بس برضو مهم انك تعرف.